الملكي وعلي شقير مباشرة من مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. كما بات معروفا جولة جديدة من الانفجارات طالت مختلف المناطق اللبنانية، ولكن هذه المرة لم يتم تفجير البيجر وفقط، بل أيضا الأجهزة الاتصالات اللاسلكية. طبعا نفس السيناريو عم ينعاد لليوم الثاني على التوالي. حتى هذه الساعة وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وصول الإصابات إلى 100 إصابة توزعوا على عدة مستشفيات، ولكن خلينا نشوف بالصورة الفيديوهات المتنقلة لنشرها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن قبل ما نفرج هيدي الفيديو بدي أقول اليوم بأنه اليوم هيدا المستشفى بعده عم بعج بالناس، والأهالي عم ينتظروا أولادهم المصابين. إن كان من ليل أمس لم يتوقفوا أو الحركة لم تتوقف هنا، الدخان عم يتصاعد من مختلف المناطق اللبنانية. الدخان الأسود هو مشهد عم نشوفه عم يتكرر من مبارح، وفي وقت واحد تم تفجير كل هذه الأجهزة اللاسلكية بوقت واحد. خلينا نفرج بهيدا الأثناء اليوم. قبل ما لازم نتطرق لمسألة، هناك خبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى بأن سيارة انفجرت أمام مستشفى الجامعة الأمريكية. طبيعة الحال وفور تواجدنا ووصولنا إلى هنا تأكدنا من هذه المعلومة وهي صحيحة بهيدا الباركينج بالتحديد. خلينا نفرج مع الزميل علي شقير. بهيدا الباركينج كان في سيارة ما كان فيها حدا، ما في إصابات وقعت جراء هذا الانفجار اللي صار بقلب السيارة. بطبيعة الحال تم ضرب طوق أمني وتم نقل هذه السيارة من هنا، لذلك هلأ الباركينج هو فارغ من السيارة، ولكن هذه المعلومة هي معلومات صحيحة. طبعا خلينا نفرج بس بعض اللقطات اللي اليوم عم بتم تناولها. بدي أشير إلى أنه مش بس الأجهزة اللاسلكية، بحسب الفيديوهات وأصور اللي عم تنتشر عنا، مكنة البصمة وهي المكنة اللي كانت بحوزة أحد الحراس اليوم تم تفجيرها أيضا. هيدي لحظة وقوع التفجير داخل هيدا المحل، يبدو لتصليح التليفونات. عم نشوف فيديو جديد بيظهر لحظة الانفجار. الأجهزة اللاسلكية، لما منقول أجهزة لاسلكية منكون عم نقصد فيها يعني كل الآيكوم، وهي من نوع آيكوم. عم نشوف الأضرار الموجودة بأحد المنازل، داخل المنازل وفي الشوارع، دراجة نارية أيضا. هيدي البصمة، هي داخل سيارة، عم نشوف معكم الأضرار. هيدا هو جهاز الايكوم لكل اللي عم بيتابعنا واللي بيسأل شو يعني هذه او شو يعني جهاز اللاسلكي. هي جهاز اتصال بيستخدموه عناصر حزب الله وكل الاشخاص اللي بدهم يتواصلوا مع بعضهم. هيدا الجهاز اسمه جهاز ايكوم ومعروف. هيدا تفجير ايضا حصل داخل المحل بمختلف المناطق اللبنانية مثل ما عم نشوف الدخان الأسود عم يتصاعد. هيدا الجهاز، مزيد من السيارة. فإذا الحرائق موجودة، وهيدي بعض الأضرار، وهيدي صورة ونماذج عن الآيكوم اللي بتكون بهيدا الفيديو بالتحديد. وخلال تشييع حزب الله خلال هيدا الاحتفال، هيدا الفيديو انتشر بشكل كبير مثل ما عم نشوف انفجر. هذه
هيدا جزء وعينة من الفيديوهات اللي تم تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا نشير أيضا إلى أنه الحصيلة الأولية بحسب وزارة الصحة أعلنت في بيان لسلسلة التفجيرات الجديدة أكثر من 100 إصابة، هي الحصيلة الأولية لموجة التفجيرات الجديدة اللي طالت أجهزة لاسلكية، وفيها أن شخصا استشهد وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح حتى هيدي الساعة. إذن الحصيلة هي 100 جريح طبعا توافدوا لمختلف المناطق اللبنانية والمستشفيات بطبيعة الحال. خلينا نحكي أيضا، يعني عم نشوف بأنه قوى الأمن الداخلي أيضا كانت وزعت يعني بيان بيطلب من كل المواطنين الابتعاد أو إبعاد الأجهزة اللاسلكية، والنداءات من المستشفيات مستمرة. الجهاز معروف باسم ووكي توكي آيكوم. إذن انفجارات جديدة تطال مختلف المناطق اللبنانية، نسبة كبيرة كانت بالبقاع بهيدا الأثناء، وبحسب المعلومات العاجلة بهيدا الأثناء يعقد اجتماع في غرفة العمليات في وزارة الصحة بحضور الرئيس نجيب ميقاتي. إذن بهيدا الأثناء الرئيس نجيب ميقاتي وصل إلى غرفة العمليات في وزارة الصحة للإشراف على جهوزية المستشفيات وكيف العمليات. اليوم كان وزير الصحة وفي مؤتمر صحي تحدث عن الحصيلة اللي أو اللي الحصيلة اللي كانت بالنهار الأول أي بالأمس، وقال بأنه تم إجراء أكثر من 460 عملية جراحية، حوالي 1800 كمان يعني من المصابين عددهم كتير كبير، وأيضا هي إصابات عم بتكون أكثر شيء بالعين وبالبطن وبالأيدي. ولكن بحسب المعلومات من اتصال مع عدة دكاترة بيشيروا إلى أنه انفجار هيدا الجهاز اليوم كان وقعه أو إصابته منا كتير كبيرة، مثل مش بحجم الجهاز البيجر اللي جرى بالأمس. هيدي آخر المستجدات والمعلومات حتى الساعة، نحن أكيد رح نوفيكم بكل جديد. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وعلي شعير.